هذه السنة إذا تحدثنا عن مكاسب، صحيح الانتهاكات تراجعت ويلزمنا نقرأ جيدا معناها تراجع الانتهاكات، يعني في حدود 38 انتهاك مفصلين حسب المؤسسات الإعلامية وكذلك حسب المعتدين، ثم تراجع في الانتهاكات، ولكن كذلك معناها عنده معناها عديد التفسيرات. ثم مخاوف في سنة 2016، إذا كانت بداية 2016 كانت معناها انخفضت وتيرة الانتهاكات، وهذا راجع دائما في تونس، احنا نعرف أنه ديما الانتهاكات مرتبطة بالتقلبات السياسية والأمنية في تونس. التقرير يصدر تحت عنوان الوضع المادي للصحفيين واستقلالية الأعلام، عبر ولا من خلال دراسة علمية قام بها مركز تونس لحرية الصحافة، وحدة الرصد بالمركز، وطالت معناها مست الصحافة الصحفيين في الجهات، يعني نتحدث على الصحافة المحلية. أنا كما ذكرت يعني صحيح أنه الانتهاكات تراجعت، صنع عنا 38 انتهاك، ولكن يعني المخاوف معناها ما زالت بل زادت في المدة الأخيرة.